اللي يفهم هذا انسان. اوكي. والازرق هذا وش هو؟ الله رميت سيفي بالغلط يا الله، رمى سيفي. فكرة اليوم مرة رهيبة ومرة اسطورية، ماينكرافت، ولكن اي شيء ارسمه راح يجيني، يعني لو رسمت دامج راح يجيني دامج، لو رسمت جولدن ابل مطورة راح تجيني جولدن ابل مطورة. اليوم راح يكون معي عادل وهو لازم يخمن ايش الشيء اللي ارسمه ويعطيني اياه. فالله يسعد، اشترك في القناة لايك مشترك، وخلنا نوصل هذه الحلقة الى 20,000 لايك، راح يكون شيء صراحة مرة رهيب. وشيك على قناة عادل راح تلاقيها في الوصف، ومشاهدة ممتعة. ورجعنا لكم، حيا الله عادل. حياك الله. اليوم بتشوف رسم، اليوم بتشوف رسم يا عادل، ما بتشوف، ما بتشوفه. اقسم بالله ترسم لي شيء خايس ترى ما راح اعطيك. انا هنا جاد. يا ما عليك، انا رسام، ما عليك. فراح ارسم لهم اليوم عادل، ارسم لك اشياء كذا راح تساعدني عشان اختم اللعبة. في مشكلة واحدة انه ما عندنا اشرح له ايش الشيء، فهمت؟ لازم ارسم وانا كذا يعني اشرح بيني وبين نفسي، اوكي؟ ويعني طيب الحين تست، ارسم لي اكس، ارسم لي اكس. ارسم لك اكس، شوف الاكس. شوف الرهابه. اول شيء بروح لون يا عبادي، رسمه بكل الوان، ها استخدم الالوان كلها. رسم لي اسود لون واحد، هذه خليها عندك يا ابوي. هذه المسكه حقت الاكس، شوف كيف، شوف يا زي كذا. انتظرك خلص الرسمه. هذا برسم لك اكس، ايش اسمه، دايموند بعد، شوف كيف. والله لو ما يطلع اكس دايموند يا عبادي اعطيك خشب والله. شوف يا ولد، هذا عالم ذا والله، مو باكس والله، تستهبلني. انقل انقل، راح جمر جمر، راح عادل اصبر، معقول معقول، بس كانت تست، بس كانت تست. راح جمر راح جمر خشب والله، رسمه خايسه والله. عادل ولدك، برسم لك اكس ثاني، اصبر شوي. تبي نوريك الاكس؟ شوف هذا هو الاكس. ارني يلا ارسم، ارني الاكس يلا. شوف لو انك راسم زي كذا كان هذا الاكس. ايه هذا اكس. وش هذا؟ ملعقه في الماي. اصبر، لازم ما اتكلم، انا لازم ما اتكلم. ايوه زي كذا، والله فنان والله. انت تفكر، ايوه هذا سهل سهل عادي، تقول لي انه صعب ما ادري. انا شفت دائما ذا. اقول عطني 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 عطني، ارقد ارقد ارقد. ايوه الله اقطع الفلوكه، بسم الله. لا ترسم لي 2D، ها؟ وش تبي؟ ابي 3D. هذا شايفني رونالدو دافنشي، ورونالدو ذاك. وش ذا؟ رسام يا رجل، عنده عمل، ما اعرف اجيب لون بني. مالك، بفهمك، ارسم، بفهمك. تفهمني؟ ايه. زي اكس يقول لي ايش هذا؟ رينا يا عباد مهاراتك. شف ايام ما كنت في الابتدائي. ترى تدري كانوا يطلعوني رحلات ارسم واشياء، ترى ما تعرفني. ايش رحلات ترسم؟ ايه يطلعوني رحلات كذا مدرسه اروح ارسم كذا. صدق والله؟ ايه ارسام اقول لك. والله من الاكس هذا والله واضح انك. هذا شوف يعني لازم تفهمها، رسم لك ديتيلز حتى كذا يعني لمعه وكذا، عرفت؟ وش ذا؟ هذا اللي اشوفه عشان بس اكون معك صادق، هذا. ايوه اسطورتي، اخرك تجيب. كيف انك ما فهمت؟ اجل تقول لي غلط، مو اكس هذا. هذا شوف، دمجت انت العصب مع الازرق. ايه قبل شوي انت ما دمجته. واو يا الفرح، فرقت ما شاء الله، فرقت والله. رسمت ذيك اول افضل. دنك الكلب اتحداك، اصب بطب عليك كلب صح؟ لا لا اضرب عباد يرسم. لا 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 شيك صقعت بالبيضة. روح روح اسمع عليك. لا يا عادل عادل. طيب كيف كانت هذا؟ اذا يلا يا عبادي، قد ارسم. والله الحرفية والله رهيبة ذي الحركة. دقيقة كذا، ايش هذي؟ كيف الرسمة ذي؟ وش كيف ذا؟ ما فهمت ايش ذا؟ عادل تك عادل ما فهمت والله. افهم، حاول تفهم عادل والله. انا اشوف هذا صح؟ لا والله هذا اللي اشوفه والله عادل. وش ذا؟ عادل عادل، في فرق. ما عندك عندك يا عالم ضاع. الاربع كانت 9. الحين ايش ابي؟ ايش ابي؟ ايش ابي؟ ايش ابي؟ ايش دقيقة، لازم يكون كذا، يكون في عندي حنكة كذا، عرفت؟ باختيار الاشياء. شوف حاليا انا عندي اكل، عندي خشب، اموري ها نقدر نقول تمام، وانا انسان احب الرسم.
مره زين. بس بغيت اقول شيء بس عشان ما المح لك يعني، راح ارسم شيء انا. والله طلعت ما اعرف ارسمها. توك تكتشف اللحمه ذيك ترى داكنه والله احمر. اوه لا جبتني الرسمه. اصبر اصبر شوف الرسمه، شوف الالوان. بالله شفت نسخ الالوان بكتبها بالله. شوف كيف يا سلام. اه فهمتك. شو انت راسم دائما؟ طيب ايش خط الابيض هذا؟ ايش جاب هذي؟ هذه عاد هذه شو اسمه لمعه قدام اللمعه. ايش دراك انت؟ والله فيلسوف والله. ايش هذا؟ هذا اللمعه قدام الله يسعدك. ما راح اعطيك 64 ثمان حبات عاد. استاذ ثمان حبات وش ثمان حبات ابوي؟ رسم لي هذه وش ذي؟ هذه 60 60. شوف رقم 60 شوفها 6 0 اشوف 6 وفي صفر هنا. يلا سامحتك كم قلت؟ 4 بعطيك 8 ناقص 64 هذا العدي تكبر عدك عين تحس بالعين. هذه 54 يا سلام. الحين بضبط الدروع، ما ابي اقدر ارسم دروع كامله وارسم هلمت ارسم بوت. اوه والله صح انك ذكي والله. جيب جيب الداون جيب من الراس لفوق اهم الشيء الرئيسي اجيبه الحين. برسم شيء يا نبي رسمات سريعه. يلا يا عبادي بقدر احاول اجيب لون بني. الله يقطع بس لون بني. ايوه عرفت اجيب لون بني. عرفت اجيبه. الله ما تعرف ايش هذا يعني. شوف هذا معروف يا عاد. دقيقه الحين اصبر بس في شيئين ما ادري انت بي هذا ولا هذا ما ادري. لا لا واضح انه هذا. ايوه هذا الله يسعدك. ايوه والله صار عندي بول الحين. مش نضبط هذا وعاد هذه بتطول يا شباب عاد. شوفوا شوفوا الحين رسم عباد ايش بيسوي لكم الحين. شوفوا هات تايم لاب يا الادتر. لا ما بدي اكتب صح؟ ايه ابوي ما بعلك كيفك. لا بس شوف شوف هي شيء هي شيء هو 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 يعني هو لهم اكثر من نوع تمام. فانا لازم اشرح لك ايش النوع بالضبط هذا ايش هو. لا فهمني بالرسمة. ارسم عندك الوان عندك مسطرة وقلم. طيب طيب بحالف اعرف بيه كيف افهمه يا اخي. شوف الرسمة بالله بالله كيف. اوه شوف فهمتها. فهمت وشو؟ ايوه كتاب مطور. حلو حلو اسطورتي. كتاب مطور وشو ما ادري. شوف حط سهم بو حلو بو حق بو. حلو ستارتي اي واجه صح حق وشو عندك؟ فليم عندك باور عندك انفينيتي والطق ذولي. فانت وش تبي ما ادري. اي انت شوف شوف في اشياء رسمها انا. شوف يعني شوف هذه الرسمه هذه في رقم 8. ايش يعني 8 وش؟ لا لا افهم ايش الرسمه هذه. مو رقم 8 هذه هذه لها معنى. تقوى قلي بعد بس طيب ليش ما ليش ما له ما ادري استعجلت بخلص بسرعه. هذه ستارتي يا شيخ فهمتني. هذه علامة انفينيتي. اوه كفو كفو والله هذه رسمة بطلة والله. والله افضل رسمة سويتها والله بعدي. الله يسعد الله يسعد. اقول لك رسام رسام ما تفاهم. انا برسم اكثر من رسمة اوكي وانت لازم انت هذا تساعدني. اوكي والله رهيبة. دقيقة دقيقة تعادل 200 من انا اجيب لك 200 يعني انت اجمع انت اجمع ما خصني. يا الله اسطورتي. يا شيخ الحين برسم شيء ثاني. اوكي كذا عبادي جايبني هطف. وشو؟ وش تي؟ هذه هوبر. هذا اللي انا اشوفه. هذا هوبر عادل. هذا هوبر. هذا ايه شوف انا عارف انه انفل بس والله رسمتك خايسه. بعطيك انفل شبه مكسره. هذا اول شيء. ثاني شيء الرسمات الثانيه تصير زي كذا والله ما اعطيك اياها. طيب سؤالي يمديني اعدلها رسمه؟ جرب اضغط والله الله يبي لي مثلا. اي والله يمديني. الله يسعد. شوف الحين بعد الرسمه هذه اصبر. بس دقيقه اصبر انا كيف اشرح لك التطوير الثاني الحين؟ كيف انا الحين سؤال انا في تطوير في تطوير ببالي انا كيف بقول لك يا سؤال؟ سؤال لمح لي يعني مثلا الفاير تحت نار فهمت؟ طيب الاشياء الثانية ها عاد التقى اعتقد انها هذه
ستورتي صح ستورتي بروتكشن شيلد بروتكشن. طيب شوف عادل شوف عادل شوف 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 عندي الدروع درقول تمام بس الحين انا إيه؟ انا السيف ما ادري كيف بقول لك عادي عادي. طيب شوف هذه الرسمه تابع للرسمه اللي هنا اوكي هذا انسان. اول مره شفت الطيره فيها انسان. انا بشارك ايش الطيره تسوي والله هجت معك واضحه ما عرفت والله هذه تقبى يعني دقيقة اللي يفهم ما هذا إنسان أوكي والأزرق هذا وش هو؟ وين المشكلة؟ كيف أفهم الأزرق؟ الله رميت سيفي بالغلط يا الله رمى سيفي دقيقة لا عدل إيه صح ولا لا؟ عدل إيه ناس اكتب لي اي في عد على الرسم اكتب لي اي في اي يا حمار في في ليش ما كتبت لي في لا والله طقطقت على دقيقه انظر ايوه تويتك اخيرا يقطع من الرسمه اللي طولت والله خايس يا والله ما ادري كيف بالله قبل اشرح لك الشعر بس انا والله باقي اشياء كثير لا قرر مالك انا باختصر كل شيء الحين شوف كيف ارسم هذه وش ذا مفتاح هذا ما في مفتاح ماينكرافت عاد عمله ولدك ببدا إيه؟ الحين مو منتج سبيد رن الحين برسم اشياء كذا كثيره شوي اوكي مو سبيد رن شوي يعني عبادي ها قصدك هذا واحد اثنين اوه شوف والله في شفه كثير باقي لي شيئين فعليا وننطلق خلاص عاد تعال هذا شوف حاول تفهمها يعني شوف احنا باقينا شيئين عاد رمل اوكي خلاص انت ما طلبت عدد خلاص لا هذا دقيقة ما طلبت هذا دقيقة بس واحد اعطتك 12 اعطيت خلاص بعطيك نفس الرقم اذل تكفى سوي ذا الشيء سوي ذا الشيء ويت ويت وش ذا سويه شوف شوف آه. اخر رسمة انتهى الموضوع والله في والله في رسم باقي رسمتين باقي رسمتين هذا والله تكفى فهمني يا عاد عبادي دقة في العمل يا عبادي لا تنسى يا اخي عبادي ايش مشكلتك مع الالوان؟ ايش هنا كذا والله ناس اقعد والله مو بكذا يا اخي ها شف 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 في شبه والله الشبه مليون ما شاء الله ابيض طيب اخر شيء هذا فعلا اخر شيء هذا ابي منه عادل خلصت وش دي؟ هذا شوفها هذه فوق العين شوف هذه زي هذه شبهها اختها عبادي والله ذي الرسمه خايسه هاي خايسه والله دعت ترى معليش معليش والله خايسه ذي اعترف خايسه بس هذا شوفها الاول لك يا ابشر من عيوني الاول لك يا بس نسيت كيف الوان كانت الله يرحمك خلاص خذها الله يرحمك هذا غلط شوف انا عشان اختصار الموضوع بروح كذا عند التنين كان يدينا اطلب من الراعيه واشياء وكحوسه بس انا اكتفي بهذا العدد تمام يا سلام بوم 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 بعدي نسيت شيء بس ما راح اقول لك اياه وش هو سنتين والله عشان ترسمه والله تعال الرسمه تعال تعال الرسمه طفرين هذا اعطني هذاك بعد يا الله بعد تجلطني هذا حبه عادي اعطني كثير ما موجود انا حطيت 200 بس عادي اعطني شوي 200 يا ظالم اعطني استاكين كذا والله لا رسمه زينه ويطلب عدد والله خذ استاكين بس الله بسم الله روح يا رسام روح دقيقه بسم الله الرحمن الرحيم استاكين شوف انا قاعد والله كان بدي اطلب اشياء كثيره بس انه معله كان يطلب بدي اطلب ريت فاير ووركس مدري ايش بس انه الرسم خذلني يا جماعه الخير الرسم يا رب التنين محطك لا عادتك عاد يا رب محط ايوه لا والله يخرش الله يخرش بليزها يمه ابلع اوف 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 اركض زيد كليب لا 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 اسمعني يا عبادي شوفك كسر البلاج لا بعد قابلني ايش لا لا لا
شوف والله الله صراحة انا 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 حزنت عليك انه شفت رسماتي اليوم يعني الله يعينك على الرسمات اللي شفتها. والله تعبتني يا عبادي. اوه اوه ملكي والله عليك والله اسطورة. كيف باقي باقي ذول يا حبتن عاد برسم لك رسمة عشان تطلع تكسر ذولي. اخر برج بسم الله اسقى ينزل لي تنين. لو ما تنتي معي تنتي بس انه ما جبت طيور بور في مثلا والانفل حقي هناك بقيت ارسم الحين انفل وبرسم حوسه. بسم الله بسم الله بسم الله نزل 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 نزل. اوه عدل عبالي الله عليك الله عليك والله بطل والله ما ادري ايش سويت رمت كل شيء في العالم. يمه بيزل 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 دمج دمج والله كل دمج كل دمج كفو 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 روح تنكر لا 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 تبع نفسك يا حمار مالك عشت عشت لا فلفل راسي تني يرحم امك انزل يا نشب ما براضي ينزل بسم الله فجر يا عبادي دقيقة اهرب لو ادمعوا افلح الله عليك الله اسطورة عبادي الله يقبلني سنفا بغي موت عبادي حاب اقول لك انك فاشل بالرسم لا عاد ترسم خليك على اليوتيوب ارسم نزل مقاطع ليش مره ما تعرف بالله والله في رسمه رسمتها حلوه والله لا تكذب لا تكذب والله رسمه الهند ذيك والله فاشله والله يا زلمه انت هذا انا اقول اكون معك فاشله 100% بس في رسمات حقت الكتاب اكتكس بي تي ان تي يعني كانت رسمات حلوه يعني صح ولا لا صح الله يسلمك المهم يعطيكم العافيه على المشاهده شكر لحضورك يا عادل ما تقدر تلقوه في الوصف شكرا لكم حلقات الاخرى كان معكم عبادي وعدولي وفي امان الله.